يا الله، السلام عليكم شباب. من أجمل أنواع الفنجز هو الماكس، اللي يكون ناتج من تزاوج الإنجليش مع السوبر جامبو. طير كلش حلو، يكون حامل طفرة للإنجليزي، شوفوا شكله مقارب للإنجليزي وبس الحجم أقل. ومثل يعني تكاثره صار هواي، صار شبه النوع منفصل، يعني صار شبه النوع منفصل. حال مثلا الجامبو او السوبر او الانجليش، صار الماكس يعني إلى وزنه بالسوق وإلى سعره. طير كلش حلو، ذني طيور مال محمية، منتجات عند صاحبهن، طيور حلوة اللي يحب يشتريهن، مستواهن حلو، حجمهن حلو، لونهن هم حلو. سعر الزوج 110، سعر الزوج 110، مكان بغداد الحسينية مال راشدية. الرقم مالتي بالوصف، وأضاف إلى الرقم مالتي الروابط مال القنوات البقية اللي يحب يشترك بيهن. نتشرف بيه.